السلام عليكم يا بنات، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عايزه اكلمكم عن ثلاث اجهزه جات لي ماركت هوم. طبعا الاجهزه دي انا اصلا كنت محتاجاها، ما عنديش منهم قبل كده، بشارككم تجربتي معاهم والاجهزه دي فعلا طلعت حلوه واستفدت بيها ولا لا، فتابعي معايا. اول حاجه استخدمتها هي الشوايه. انا كان بالنسبه لي مهم جدا ان انا يبقى عندي شوايه اشوي اي حاجه بتطلع دخان في البلكونه، لان انا عندي سيراميك في المطبخ ابيض، فدي شوايه مقاسها 30 في 30. الكهرباء بتتفصل عنها عشان لما تيجي تغسليها تغسليها براحتك خالص، وده الكهرباء بتاعتها يعتبر اللي بتوصليه بالحله نفسها. الحله بتشيليها وبتغسليها عادي، هي تيفال ما بيلزقش فيها اي حاجه، وضمان بتاعها سنه، وطبعا مكتوب في الكرتونة بتاعتها ان هي مقاس 30 في 30 واستخداماتها ايه. وبالنسبة للكهرباء بتاعتها فهي 220 فولت و 1500 واط، وهي طبعا صناعة صيني. اول حاجة استخدمتها برغم ان هي تيفال، بس انا حطيت زيت احتياطي، انا ما كنتش عارفة عشان كانت تجربة اولى ايه اللي هيحصل بالظبط، وحطيت ملح وفلفل اسود وشويت فيها 3 قطع برجر كتجربة اولى. طبعا هي الحرارة فيها بتتوزع كلها، مش زي البوتاجاز في النص بس، لا دي كلها بتبقى سخنه، فده هيسهلك ان هي الحاجه تستوي بسرعه. وطبعا الغطاء الازاز ده بصراحه مفيد، لان الحاجه ما تبقاش نيه من جوه، هتبقى مستويه، كل ما تغطيها كل ما يبقى احسن. سرعتها اسرع من البوتاجاز طبعا في سوى الحاجه، شايفين الدخان اللي طلع ده كان هيبقى كله في المطبخ. فانا كمان عندي البلكونه اللي على الواجهه الخارجيه للعماره، ما فيش اي منشر، يعني ما فيش اي غسيل هيتضر في للدخان ده سواء ليا او للجيران. اقل من 10 دقايق كان البرجر استوى. وده شكلها من جوه مستويه. التجربة التانية ليها كانت حاجات اكتر شوية عشان اشوفها بتسوي ازاي، لو حاجة تخينة شوية زي صدور فراخ كاملة زي ما هي مش متقطعة، وشيش طاووق، وطبعا وراك بالعظم عشان اشوفها بتسوي الحاجة بالعظم ولا لا، وجمبري وكفتة. فقلت اشوف كل حاجة فيهم هتسويها ازاي. طبعا انا كنت متبلة صدور الفراخ دي من قبلها بيوم في بصل باودر وتوم باودر وفلفل اسود وملح، بس ما كنتش مكتره ملح قوي، مقلله. حطيت على الزبده فلفل اسود وملح، وحطيت قطع صدور الفراخ. طبعا انا كل حاجه بسويها على نار متوسطه مش عاليه، لان لو عاليه هتبقى مستويه من بره ونيه من جوه. كنت كل 3 دقايق اقلبها، طبعا هي تقريبا اخدت ربع ساعه. الوراك برضو كنت متبلها قبلها بيوم، نفس الكلام في بصل باودر وتوم باودر وفلفل اسود وملح، وبرضو اخدت تقريبا نفس المدة ربع ساعة على نار متوسطة. وطبعا احسن حاجة ان الدخان ده كله مش في المطبخ. جيت بعد كده على شيش طاووق برضو في نفس دهون الفراخ اللي موجودة، حطيتها دي برضو قعدت مدة قليلة جدا، يدوب اخدت لون بس لان متبلاهم من قبلها بيوم، ومتبلها باعشاب وفلفل اسود وملح، وما اخدتش وقت خالص، يعني استوت بسرعة تقريبا 10 دقايق، 5 دقايق كلوش. طبعا انا رحت غسلت الحله نفسها وعشان احط الكفته، وحطيت الكفته من غير اي دهون ولا اي حاجه، لا زبده ولا زيت ولا حاجه، واستوت بسرعه، اخدت برده ربع ساعه. واخر حاجه خالص عملتها هي الجمبري، اخد اقل من 10 دقايق تقريبا 7 8 دقايق كل وش استوي. انتوا عارفين الحاجات البحريه بتستوي بسرعه، فكانت تجربتي مع الشوايه ممتازه بصراحه، ريحتني في استخدامها جدا. حاجه على تاني حاجه وصلتني هي ميزان المطبخ، دي من الحاجات اللي انا كان نفسي تكون عندي. الميزان ده بطبق ستانلس، بتشيليه طبعا عشان يبقى سهل الغسيل وسهل الاستخدام. طبعا هي فيه 3 زراير، زرار باور وزرار بالظبط بيحدد لك
بيحدد لك انت عايزه توزني ايه، توزني سوائل ولا توزني حاجات اللي هي جافه. طبعا هي الستانلس بتاعها خفيف وسهل التنظيف جدا، وفي موجود من جوه ان هو كام لتر لو عايزه توزني حاجات باللتر بالملي. وهو بيشتغل ببطاريات، حجمه ولونه عجبني جدا، حبيت اجرب معاكم ازاي انتي بتوزني بيه. اخدت كوباية دقيق وعايزة اعرف الكوباية دي فعلا مقدار كوباية بالظبط ولا اقل ولا زيادة. بتفتحي الميزان وتبدأي تختاري ان دي مثلا دقيق، فبيقولك بالظبط الحجم قد ايه، طلع كوباية وتمن، فشلت معلقتين عمل لي مقدار كوباية بالظبط. في زرار من الزراير بيحدد لك بالظبط انت بتوزني ايه، ميه ولا زيت ولا دقيق، وفي زرار تاني بيحدد لك انت عاوزه توزني بالملي ولا بالجرام ولا باللتر. ففي انا كنت بعد كده حطيت ميه فعملت 421 ملي، برضو علشان تتاكدي ان الميزان مظبوط هنا معدي 300 بشرطه، وبحاجه بسيطه يبقى فعلا معدي فوق ال 400، فعامل بالظبط 421. اخر حاجه من الحاجات اللي جات لي هي مكوه بخار، ودي برضو كنت محتاجاها جدا خصوصا على دخول المدارس عشان لبس المدرسه يتكوي بسرعه، فكان برضو دي اول مره بالنسبه لي استخدم مكوه بالبخار. دي الفرشة معاها بتتشال وبتتحط. والعلبة اللي تحت دي انت بتفكيها من الزرار ده وبتمليها مية، من الحتة دي توصلها بالكهرباء. الزرار الاحمر ده هي واصله بالكهرباء، هي 220 فولت و 1000 واط، معاها كوبايه صغيره دي عشان لو عاوزه تزودي ميه براحتك في المكعب بتاع الميه. هتحضري الهدوم اللي انت عايزه تكويها عادي وبتعلقيها. تجربتي ليها بصراحه هي بتكوي بسرعه جدا، وده من الحاجات اللي عجبتني فيها ان هي بتكوي بسرعه، وخار بيخليها تتفرد بسرعه الكسره اللي فيها، فهي كويت الجامد ده بسرعه جدا. بس هي عيبها الوحيد ان هي بتوجع الايد شويه، ان انت بتفضلي ماسكاها لمده مثلا بتكوي فيها القميص، فتحسي ان ايدك بعد كده ممكن توجعك، وده عيبها يعني الوحيد اللي انا حسيته فيها. لكن غير كده هي ممتازه وبتكوي بسرعه وبتخلي هدوم تتفرد بسرعه. برضو في اوبشن تاني عايزه اقول لكم عليه، ان انتم ممكن تعملوا بخاخ على جنب فيه ميه بداوني او كومفورت، ده بيخلي الهدوم تتفرد بسرعه جدا. بعد ما خلصت الفيديو ده جيت اجرب في القميص اللي بعديه، لقيته فعلا كوالي القميص بسرعه. بس ودي تجربتي مع التلات اجهزة ماركت هوم. طبعا اي حد فيكم عايز اي حاجة من دول او اي حاجة اصلا في ماركت هوم، ليكوا تخفيض 20% لو انتوا تابعت، تقولوا لهم منى 20، تبعتوا لهم على صفحتهم على الانستجرام وهيوصلوا لكم الحاجة لحد البيت بتخفيض 20%. هحط لكم طبعا اسعار الحاجة في اول تعليق، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو تاني قريب. مع السلامة.